سامحوني، كل وحدة حاطة ذهب فضة أساور شو ما كان بتشلحوا، وبتسلموا هون وبعدين بتاخذوا أغراضكم وبتفوتوا. هذا مسموح، خليه معك. يلا تعوا خلصوني. خدي هاي. شرفتينا. روحي الله يفك أسرك. الله يساعدك ويساعدنا. إن شاء الله بتطلعي من هون. الله يفك أسرك إن شاء الله. الله يساعدنا ويطلعنا يعني. وأسركم. طولي عنا. عفوا. شو هالأكابرية؟ يعني قديش محكوميتك؟ كم سنة، كم يوم، كم شهر؟ ما قالوا لي. فهمت، مو مطولة. ليكي، هاي اسمها بومة وهي هيك. احفري اسمها براسك. وانا اسمي ابري. الكل بينادولي هيك هون لانه اسمي الحقيقي نسيته. يعني اذا بدك شي معين بس قوليلي، انا دغري بقول لبومه وهي بتحلها. وبنفس الوقت اذا كان بدها منك شي انا بيجي بخبرك وانت بتنفسي. مثلا بومه محتاجه لشرشف يكون مثل الفله، والشرشف النظيف عندك. شو لازم تعملي؟ ما بعرف يعني شو أعمل. بتناوليني الشرشف يلي معك؟ لا تخافي، رح نعطيكي بداله. هلأ بجيب لك الشرشف تبع بومي. ماشي، لا تاكلي هم. شو في بومي؟ إبري، شو عم تساوي عندها؟ اجينا نقلها تطلع بالسلامة مو أكتر. ولمين الشرشف اللي بإيدك؟ ما بعرف. لمين؟ لهي. وليش حاملتي؟ مو لشي معلمتي، بس قلت لحالي بعمل خير وبساعد هالمسكينة وببدلها تخفى. يا عيني عليكي، هيك بدي إياكي. أنت بتأمري. تحتي شوي؟ يسلم. شو اسمك؟ جميلة. وأنا اسمي خديجة. قومي لضيفك كاسة شاي، هيك العادة هون، ومنه منحكي شوي بلكي بترتاحي أكثر. يلا تعي. ما في داعي. يلا تعي.
بالمناسبة إبرة رح تمدلك تختك. أمرك معلمتي. تكرمي. الله يقيمك. تستاهل. تستاهل. عم تمد التخت كمان. منيح في مين كسر راسه. شفت شعبيني تقوى عليه. تستاهل. عم تمد التخت. مشان كذلك هدول التنتين إبرة وبومة بيخافوا من اللي مثلي، من السياسيين يعني. ما قلتي لي شو تهمتك أنت؟ ما بعرف كيف عملت هيك. ليش شو عملتي؟ فشي قلبك بترتاحي. ما بعرف كيف. بتعرفي أنا بدرس بالجامعة وبألف كتب وبنشر كتاباتي بالجرايد، والحكومة ما حبت كتاباتي فوجهولي تهمة أني عم فرق الشعب وحرضن على الحكومة، ولهالسبب حطوني بالحبس. يا ترى أنا غلطت؟ والله ما بعرف. عن جد شكرا على الشاي. بدي قوم. ماشي جميلة، خذي راحتك. قومي نامي هلا وبعدين بنحكي انا وياكي على رواق.